اختصر العماد ميشيل عون ما يحصل حكوميا على صعيد ملف الكهرباء بالقول إنها محاولة لتطويق التيار الوطني الحر من خلال ألاعيب مشبوهة، مقرا بأنه ما عاد يدرك التمييز بين الصديق وغير الصديق داخل هذه الحكومة. عون وعقب الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والإصلاح أكد على التمسك بالخطة الكهربائية كما هي، ولو اقتضى الأمر الاستنجاد بالخصوم. إنه يعني نعطيكم نص المبلغ هلا ونص المبلغ بعد، وإذا ما قدرنا أمنيهم من برا بنعطيكم إياهم الخزينة، ليش؟ تعطونا إياهم، هيك أنت الحكومة المتعهدة بدها تدفعهم، أعطونا هلا ومولوا المشروع من الشياطين مش بس من السنة، روحوا شلحوا أنا بوافق على قانون التشريح، شو ما كان بينطلب منا نتساهل فيه، إلا إذا كان بيضرب الخطة. إذا كان بيضرب الخطة ما في حدا، لا شيطان ولا ملاك بيقدر ياخذ شيء منا. نحن مناش نكسر حدا، منا نكسر العتمة. معقول تيار المستقبل إذا منه كايدي يضل ملتزم بقراره الأول وبدعمه الأول للخطة، وعم نفرجيكم شو كانت آرائهم، لأن الكهرباء كمان لإلهم بكرة ملزم مجلس الوزراء يبلغ قراره لمجلس النواب، لأنه بعده بنصه الأساسي على جدول المجلس ما حدا فيه يلعب فيه ولا بشغله إلا بتصويت. ونحن بدنا نعرف مين صديقنا ومين مش صديقنا. إذا هؤلاء اللي عم نتعاون نحن وياهم على مستوى حكم البلد ما بيلتزموا بكلامهم، هذا شيء شائن أنا بعتبره. وفي موضوع الكهرباء رد عون على قائد القوات سمير جعجع. لا يجوز على شخص مثله عم يتوجه للرأي العام يكون مضلل أو مضلل، جاهل أو متجاهل، كيدي أو شو بعد. رد عون على مستجدات قضية العميد فايز كرم لم يأتي على القدر الذي كان متوقعا. أذهلت ليش؟ قلت لشك أنه هو تعرض لشيء حتى يقول هالكلام. مش معقول واحد أنه يحس على حاله عشية أنه مرتكب ذنب كبير يروح له عن زميله وسام الحسن يقول له تعال اقول لك انا جاي اعترف عندك عامل هيك ومسوي هيك، وانا واحد ازعر، انا واحد عميل، انا مني بطل، انا مني كذا، انا مني كذا، يعمل حفل التحقير بنفسه الا ما يكون مرغم او معرض لشيء ما. مين له حق يتلف المستندات التحقيق او ما تخلص المحاكمه هيدا اذا، ويمكن بدها امر قضائي حتى تتلف المستندات. ولم يستبعد عون أن يكون كرم قد أعطي عقاقير ليدلي بإفادات لا صحة لها.